إذا طقس حار في معظم المناطق وطقس شديد الحرارة في غرب المملكة وهنالك مؤشرات لهبوب رياح البوارح في نهاية الأسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وتكون شديدة الحرارة في غرب المملكة، وهنا في مركز طقس العرب نراقب المؤشرات الأولية على نشاط مرتقب لرياح البوارح المثيرة للغبار في أجزاء من السعودية كما نشاهد في هذه الخريطة، ونود التنبيه من الغبار المثار خلال عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل سريعا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء مغبرة، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية وسرعة الرياح متوقعة أن تصل إلى 26 كيلومتر في الساعة. أما خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، يوم الجمعة لتكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية نهارا و 20 ليلا، أما يوم السبت فمتوقع أن هنالك غبار وتكون درجة الحرارة 36 درجة مئوية نهارا وليلا 24 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في معظم مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا، حيث تكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية نهارا و19 ليلا، في عرعر 31 إلى 18 ليلا، في تبوك من 34 إلى 23 درجة مئوية ليلا. أما في مكة المكرمة درجات الحرارة عالية 44 إلى 29 ليلا، في الطائف من 35 إلى 24، في المدينة المنورة من 41 إلى 30 درجة مئوية، وفي جدة من 37 إلى 27 درجة مئوية ليلا. أما في أبها 32 نهارا 20 ليلا، في الباحة 28 إلى 21، وفي جازان من 35 نهارا إلى 30 درجة مئوية ليلا. في الدمام هنالك أجواء مغبرة من 38 إلى 26، في الإحساء من 39 إلى 26، وفي حفر الباطن من 37 إلى 24 درجة مئوية ليلا. في الرياض من 38 إلى 26، في بريدة من 37 إلى 24، في حائل أيضا من 34 إلى 20 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.